وحول هذا الموضوع معنا على عبر الهاتف المهندس محمد علي الخزاعي، رئيس مجلس أمانة العاصمة. مساء الخير مهندس محمد. مساء النور، يا هلا بيك سيد محمد. يعني ما هو دور المجالس البلدية في الحد من ظاهرة انتشار الكبائن في حرم الطريق؟ طبعا أولا أشكر طبعا تلفزيون البحرين على هذه المتابعة، والتقرير بروحه يتكلم عن نفسه، يعني المخالفات الموجودة. دور الأمانة والبلديات هو تطبيق القانون والحد من المخالفات، وهذه المظلات الموجودة اللي شفناها في التقرير طبعا هي تعتبر مخالفة، لأن بناها على شارع ملك الدولة أو شارع العام وليس داخل الأملاك الشخصية، لذلك تعتبر مخالفة. أيضا الكبائن مثل ما تطرق التقرير، هناك كثير من الكبائن تبنى بدون أي رخص، ولا توجد رخص أيضا، لأن هذه تقع على الشارع العام أو ملك الدولة. هناك في مشكلة كبيرة هي السلامة. المظلات مثل ما يبين من الصورة طبعا معظمها أو إذا مو كلها تبنى بطريقة خاطئة، هناك في الارتفاع المظلة قد يكون يعيق المارة أو السيارات، أيضا في عمق المظلة تطلع على الشارع العام، والأهم هو السلامة. الهيكل بناء غير آمن، أكثر الهياكل اللي تبنى طبعا غير آمن. نحن في الأمانة ناقشنا هذا الموضوع كثير ووضعنا بعض المقترحات. المقترحات هي الحد من هذه الظاهرة الغير حضارية، حتى شكل المباني أو المنازل تبدو غير حضارية من كثر عشوائية المظلات. نحن نقترح أن يكون في تنظيم، وراح نوضع إن شاء الله خطة إلى تطبيق التنظيم هذا، ورفع أيضا المقترح إلى الجهات المختصة علشان النظر في هذه المقترحات. يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذونها سيد محمد؟ يعني هل ستوجهون تنبيهات لأصحاب هذه الكبائن بضرورة إزالتها؟ طبعا هو حاليا يتم متابعة المخالفات ووضع اللي هو المخالفة لهم، وترفع هذه المخالفة إلى النيابة متى ما تم عدم تطبيق القانون أو يعني شيء المخالفة. لذلك من حق والأمانة ترفع هذا الشيء إلى الأمانة العام إلى النيابة. نحن نقترح أن يكون في مقترح إن شاء الله راح يكون أو قدم هذا الشيء، أن يكون تحديد الارتفاع والعمق، أيضا هيكل بناء قوته، ويرخص، لأن قد يكون بعض الزوايا غير قابلة إلى وضع هذه المظلات. هناك زاوية رؤية مهمة أن تكون واضحة، أيضا لا يعتبر أي شخص أن يوضع هذه المظلات أنه هو يملك الموقع. هذه الأماكن أو هذه المناطق فيها خدمات، كثير من الخدمات منها اللي هو الهاتف والمياه الكهرباء كلها تقع تحت الأرض في هذا الموقع، فلذلك يعني ما راح يملك أي واحد هذا الموقع. بل إذا بيرخص هناك في قوانين وفي انضباط لابد يكون. أيضا الكبائن، إحنا بتكلم على الكبائن الموجودة، في كثير من الكبائن وضعت لهم مخالفات وبشكل عشوائي موجودة كثير يعني من المناطق. هذه الكبائن تسبب إزعاج إلى القاطنين المنطقة، يجب يعني الأخذ بالاعتبار. هذا مو من حق أي شخص أن يبني أي كابينة إن كانت إلى استراحة أم كانت إلى نوع الجراجات. نعم مهندس محمد علي الخزاعي، اكتملت الفكرة ونعتذر لضيق الوقت. رئيس مجلس أمانة العاصمة، شكرا جزيلا لك.